صدمه، عرض خيالي لمحمد عبد المنعم خارج النادي الاهلي. كشف الاعلامي البارز مدحت شلبي عن تحليق محتمل لمحمد عبد المنعم اللاعب الدولي المصري المميز في صفوف النادي الاهلي باتجاه الخروج من الفريق في نهايه الموسم الحالي مع اقتراب من الانتقال الى احدى انديه الدوري السعودي خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه. وفي تصريحات تلفزيونية مثيرة أكد شلبي أن الموسم الحالي من المحتمل أن يكون الأخير محمد عبد المنعم مع فريق الأهلي حيث منح النادي الأخضر للاعب الضوء الأخضر للرحيل والاحتراف بشرط تقديم عرض رسمي قوي ومبلغ مالي مغر يليق بمكانته اللاعبية وتاريخ النادي الأهلي وأوضح الشلبي أن شركة التسويق التي تمثل اللاعب قد قدمت له ثلاثة عروض أحدها من الدوري الفرنسي، واثنان من الدوريات الخليجية، حيث تفوق العرض السعودي على الآخرين من الناحية المادية بشكل كبير. وأشار إلى أن العرض السعودي يشمل راتباً خيالياً يبلغ خمسة ملايين دولار على مدى ثلاث مواسم، مما يعادل 240 مليون جنيه مصري، حيث يتلقى عبد المنعم ما يقارب 80 مليون جنيه مصري كراتب سنوي. وهو اكثر من احد عشر ضعفا لراتبه السابق في صفوف النادي الاهلي